يقول اعتمرت وأريد أن أعتمر مرة أخرى، فهل يلزمني تقصير شعري من الأمام والخلف؟ يلزم تعميم الرأس بالقص أو الحلق في الحج والعمرة، ما يكفي أخذ بعض الرأس وترك بعض الآخر، لا بد أنه يأخذ من جميع رأسه، ما يأخذ من جانب ويترك جانب. الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أضاف التقصير إلى جميع الرأس، وكما أضاف الحلق إلى جميع الرأس، فلا بد من. أما اللي يأخذ بعض الرأس ما يقال قصر رأسه ولا حلق رأسه، وإنما يقال قصر بعض رأسه